مرحبا، بتشكركم جميعا على الدعوة وعلى الحضور. بتشكر جهاد وفريق عمله على التحضير وتنظيم هالمؤتمر. أنا حابب افتتح بملاحظتين قبل ما أدخل أكثر بتفاصيل قطاع المعرفة بلبنان بالتحديد. بحب أولا أقول أنه في عنا مشكلة بيداغوجيك بالتعاطي مع الواقع الحالي اللي نحن نعيش فيه وتطورات الأمور حوالينا. هي نظرة سلبية نوعا ما، بس بنفس الوقت هي أكثر الأسوأ فيها هي نظرة ستاتيك لواقع دايناميك. يعني إذا نحن اليوم في تهديدات كتير كبيرة بالمنطقة وفي تحديات كبيرة للاقتصاد وللمجتمع صحيح، والوضع منه مثالي، بالعكس في سيء بكتير محلات، إنما بحس الواحد إنه وضوح الرؤية هو بالانتقاد أو بأنه الواحد يشوف وين تكمن المشكلة، بس ما بيعود يتصرف. يعني يا بدنا نعمل شيء مثالي جدا يا ما بنعمل شيء، وهي مشكلة. وبفتكر بقطاع المعرفة بالتحديد بتشوفوا مقاربة مختلفة اليوم، اللي هي أنه لا، في محلات فينا نبلش فيها نشتغل على تطوير الموارد البشرية تاعتنا، وفينا نبلش نرجع ندخل على الاقتصاد العالمي بشكله الجديد. لأنه اليوم الاقتصاد اللي عم نحكي فيه، حتى تصنيف القطاعات اليوم وتقسيمها ما عاد ينطلق على كيفية اليوم الاقتصاد العالمي. الاقتصاد ما عاد بقى مبني على اقتصادات وطنية. يعني الجي دي بي قريبا بصير تاريخ، وما عاد مبني بس على قطاعات. وقطاع المعرفة هو أكبر مثال على هالموضوع، لأنه هو إذا بدكم البيس تبع كل بقية القطاعات. وقطاع المعرفة هو عنده أكبر شيء ما يعرف بالمالتيبلاير إفكت. المالتيبلاير إفكت هو قديش ترابط قطاع المعرفة بأي قطاع تاني، حكي عنه الوزير فادي عبود، هو اللي بيؤدي إلى نمو إذا كان في ترابط بين هالقطاعين. يعني استعمال التكنولوجيا بقطاع المصرفي أو المالي بيؤدي إلى 2.5% نمو أو نمو أو أرباح بهذا القطاع. بدي أعطيكم مثال كتير بسيط على تغير الاقتصاد والرؤية يلي لازم نحن يكون عنا إياها بالتعاطي مع الاقتصاد. فينتك يلي هي اليوم تطبيق التكنولوجيا بالقطاع المالي بالعالم، بساعة واحدة بس من الفينتك في عنا 16 شخص بيستثمروا بمشاريع على betterment.com. في عنا 3.3 مليون شخص عم بيستعملوا علي باي فور ترانزاكشنز. في عنا 4.2 مليون دولار is being processed by Square Registers، يلي هني شركة بتخلي الواحد يسجل كل العقود اللي بيعملوها العالم، business on a cloud server online. عنا 9000 زائد شخص بيعملوا peer-to-peer money transfers على Venmo. يعني إذا بدي كفي بقولكم إنه في أكتر من حوالي 200 مليون دولار من الترانزاكشنز عم بيصيروا بساعة واحدة من الفنتك اليوم بالعالم. هيدا دليل على توجه الاقتصاد العالم اليوم نحو الرقمية، وهيدا الشيء له تأثير كتير كبير على شيء اسمه value chains. شو يعني value chains؟ يعني اليوم ما في device أو product بتشوفوه انتو اليوم، إن كان اللي لابسينه ولا اللي عم تستعملوه بإن إذا يكون هو ننتاج اقتصاد واحد. design بيصير بمحل، والمانوفاكتشرينج بمحل تاني، والتوزيع والماركتينج بمحل تالت، وبتوزع العالم كله. وهيدي الفاليو تشين هي شركات تبنى على مستوى الشركات وحتى مرات على مستوى أفراد. والتكنولوجيا عم بتودي باتجاه انه الأفراد لحالهم قادرين يعملوا فرق هائل بهيدي الفاليو تشينز يلي عم بتأدي لتكنولوجيكال بريك ثروز، مثل الآيفون، مثل أي شيء تاني بتشوفوه اليوم بالعالم حواليكم، إن كان هاردوير أو سوفتوير. والمقاربة للنمو الاقتصادي ما مفروض تبقى بس برؤية قطاعات محددة، إنما المفروض تبنى على أساس كيف فينا نحن كلبنان نلاقي الشركات المضبوطة
يلي بتدخلنا بهالفاليو تشينز حسب كفاءاتنا، يعني شو قادرين نحن نقدم اليوم. قطاع المعرفي بلبنان اليوم قادر يبدا بهيدي الشركات بوتوم اب ابروتش، يلي هو بحقق اولا ويلث كرييشن بلبنان، وثانيا جوب كرييشن بلبنان. واهتمامنا نحن بالمركز اللبناني البريطاني انه نشارك بهالمؤتمر كان العنوان، يعني نحن اليوم عم نعلن عن خطتنا من هلأ لـ 2025 يلي هي 25,000 jobs created by 2025 بدعم من المصرف المركزي. والسبب هو engineering synergy، يعني نحن قادرين اليوم إن طبقنا إن بنينا the skills base اللي مطلوبة لنقدر إنه نحن نطور القطاعات اللي عنا إياها ونلاقي المدخل الحقيقي لشركات تخلينا يكون عنا value حقيقي لvalue chains موجودة already اليوم بالعالم ومستعدة تتعامل معنا رغم كل التحديات اللي عنا إياها، ممكن نحن نخلق هيدا السينرجي اللي بأدي للgrowth. فبلشنا بالمصف بالمركز اللبناني البريطاني نتطلع على الإيكو سيستم اللي عنا إياه اليوم بلبنان، شو هي القدرات الحقيقية الموجودة اليوم بلبنان. وعملنا دراسة ولقينا أنه الوضع منه كتير سيء، طبعا منه مثالي بس منه سيء، وبفتكر هذا الشيء بيدعي لنظرة كتير أساسية على واقع الشباب اللبناني ومهاراتهم وين عم بيروحوا. نحن اكبر، شو اكبر اكسبورت لبنان عنده اياه حدا بيعرف؟ اتش ار العالم سكيلز بيسكلي. فطلعنا على واقع لبنان الايكو سيستم وقارناه مع الافريج تبع الدول الموجوده على الجلوبال انتربرينورشيب مونيتور اللي هو بيقيس فعالية ريادة الأعمال ببلدان العالم. لقينا أنه لبنان عنده من تمويل كافي جداً، وهذا معظمه من وراء المصرف المركزي ومرسوم 331، عنده cultural and social norms حكيوا فيها اليوم بأول session اللي هي على فكرة أصعب بكتير تتحقق ببلد ما من ICT infrastructure. يعني مزبوط ما عندنا ICT infrastructure، بس في بلدان عندها ICT infrastructure بس ما عم تعرف تستفيد منه. عندنا الكوميرشال والليجل انفراستراكشر موجود، انما الضعف طبعا هو بسياسات الحكوميه واللي هو طبعا منه شيء جديد كلنا بنحكي فيه وبنعرفه. وعندنا طبعا ضعف الدعم الحكومي لهيدول البرامج لنشجع الشباب، وعندنا ضعف بالاسواق، ضعف بالديناميكس تعول الاسواق يلي هي انه اذا واحد اسس شركه وعنده منتج ممتاز بيلاقي صعوبه اليوم بلبنان انه يعرف كيف بده يسوق حاله وكيف بده يكون موجود بالسوق ليقدر يبيع منتجاته، بده مساعده كتير، وهذا شيء له علاقه بهيكليه الاسواق الموجوده بلبنان. ونحن عم نجرب نغير هذا المنظار بانه نبلش نشتغل اكثر from a bottoms up approach. يعني وين اليوم انا اذا عندي منتج او انا عندي سيرفيس محدد، مين بحاجه لهي السيرفيس؟ كيف بحدد مين بحاجه لهي السيرفيس وكيف بروح له؟ واذا هذا الشيء، اذا هذا الزبون انترناشونال دولي، كيف بدي اوصل له؟ وكيف فيها تساعدني اذا مش حكومتي الداينامكس تاع السوق تبعي اني اوصل له؟ فطلعنا على شغله ثانيه اللي هي طب عظيم، شو هو الاي سي تي سيكتور اليوم عندنا بلبنان؟ كيف شكله؟ إذا بتطلعوا على الأورنج هو عدد الموظفين، والأزرق هو عدد الشركات موزعين على السب سيكتور استعول قطاع التكنولوجيا بلبنان. لقينا أنه في كونسنتريشن هائل للموظفين ببعض القطاعات الموجودة عنا، وهذا الشيء على فكرة دليل أنه نحن ما عم نستثمر بالطاقات اللي عنا إياها بلبنان بالشكل المزبوط. عم نخسر كتير طاقات، عم نلاقي إنه في 4-5 شركات بلبنان يلي هن إذا بدكم مثل ميراكس سوفت سولوشنز يلي بتوظف معظم الموظفين أو العاملين بالقطاع، بينما الشركات التانية يلي ممكن تجيب منتجات جديدة وتزيد عدد الأكسبورتس للبنان والأكسبورت ديستنيشنز تبع لبنان، عم بتلاقي صعوبة بأن تلاقي هذا التالنت. وهذا شيء كتير غريب ببلد بيقول انه اكبر اكسبورت له هو التالنت. يعني لازم نسال حالنا
انه اذا نحن مزبوط عم نصدر الطاقات تاعولنا، هل عم نصدرهم لانه ما عاد في لهم محل بلبنان لانه في اوفر ساتوريشن اوف تالنت، ولا عم نصدرهم لانه ما في ذا رايت انفستمنت بهذا التالنت؟ سو اذا بنطلع على نفس الترند بالعالم بنلاقي انه الجلوبال ماركت متجه بالتكنولوجيا لمحلات جديده كثير، اللي هي بالاي كوميرس بالاي بايمنت اكثر شيء، وبالتليكوم سيرفيسز يلي هي عم تشهد تطورات هائله. والحديث عن انه او اي بلد اليوم بيفشل انه يلاحظ التغيرات هاي، واللي انترستينج بكل هول هي انه هول قطاعات تتقاطع مع قطاعات كل القطاعات الاقتصاديه الثانيه. فاذا ما بقى فينا نطلع على بس الطاقه لحالها، وما بقى فينا بس نطلع على القطاعات الماليه لحالها. قطاعات الانتاجيه اليوم كلها صار فيها شيء تكنولوجي، من السياحه لكل قطاعات الطاقه. فلذلك بنلاقي انه اذا نحن استثمرنا اليوم بالطاقه البشريه تاعتنا، ممكن نلاقي ريتيرن اون انفستمنت اكبر بكثير من انتشال الغاز من البحر، لانه عم نحكي عن القدره على ايجاد المدخل للبنان. وين فينا نكون نحن عندنا اكثر شيء تنافسيه؟ مش هطول عليكم اكثر من هيك. رح نشوف الامباكت تبع الاستثمار بالشباب. نحن قلنا سنه فاعلين بالسوق، بنساعد شركات لانها تنمى بسرعه بانه نحن نعطيها هذا المدخل انها تفوت على اسواق عالميه وتبيع منتجاتها. بنساعد اشخاص من خلال التدريب التقني والتجاري، يعني نعطيهم سوفت سكيلز، بروجكت مانجمنت وتكنيكال سكيلز، تيقدروا هن يشتغلوا بالشركات اللي نحن بنساعدها. منلاقي انه خلقنا حوالي 120 وظيفة بسنة واحدة بس بلبنان، امنا حوالي 3.2 مليون دولار تمويل لشركات بقطاع التكنولوجيا بظل هالوقت هالسنة ونص هاي. في حوالي 12.5 مليون دولار زيادة بمداخيل هاي الشركات بالريفنيوز. ووجدنا انه عنا اليوم قدره انه نرفع معدل التالنت بالشركات عنا من خلال مقياس انه من الجوبز كريتد، يعني من 120 وظيفه شاغره قدرنا نعبي بس 20 منا بلبنان. معناته انه نحن لازم نستثمر بعد بشبابنا اكثر لنقدر نعبي هاي الوظائف اللي هي قادره تجيب اكثر شيء ربحيه لهالشركات وربحيه للبلد. زدنا حجم الاكسبورتس وزدنا من عدد الشراكات يلي هي بتخلي هالشركات تكبر اكثر. يلي اللي حقوله انه بالاخر انه الدعم اليوم لقطاع المعرفه هو رح يحقق اكبر نسبه wealth creation بلبنان، وهذا الشيء اليوم موجود بالارقام، ما عاد بس انه هو مكمل لقطاعات موجوده. والشغله الثانيه يلي بدي اقولها هي انه لما بدنا نطلع على القطاعات اليوم، في مصاري بلبنان، لبنان is Lebanon is cash rich. وحسب ما الكل حكي، حتى بفتكر دان حكي عن الاستثمار، انه منشجع نحن اليوم اللي معه مصاري يروح يحطهم ب ب ب بسندات بدل ما يستثمر بقطاعات انتاجية. اليوم بدل ما تشوفوا، بدي حطها بشكل كتير بسيط، اليوم بدل ما تحطوا مصاري بالحساب وتبعتوا اولادكم على دبي او على الخليج، حطوا مصاري فيهم وبأفكارهم أو بالاستثمار فيهم. واللبنانيين بيصرفوا أكتر شيء على الأدوكيشن، وهذا شيء أساسي كرمال هن يقدروا يبقوا هون ويبنوا، يا أما يبنوا شركات أو يشتغلوا مع شركات ناشئة، لأنه مستقبل الاقتصادي موجود بهالقطاع اليوم. والشغلة الأخيرة يلي بدي أقولها هي أنه الموضوع بيرجع للأدوكيشن، وبفتكر آخر سيشن حتكون عن الأدوكيشن اليوم. لازم نرجع نعيد النظر بالنظام التربوي تبعنا يلي هو ممتاز، إنما بحاجة لأنه نطوره بشكل إنه نشجع أو بالأحرى نفوت السكيلز للنظام التربوي تبعنا. How do we develop those skills؟ لأنه ما فينا نضلنا على مجد إنه النظام التربوي تبع لبنان من الأفضل بالمنطقة، ما بيكفي، لازم نطوره أكتر، لأنه هذا الاستثمار هو حيكون أكتر شيء عنده return on investment لنا بلبنان. شكراً.